اي مو مشكلة مو مشكلة، ندخل على الوورد الصفحة الرئيسية، ندخل على صفحة العمل. تمام، مثل ما قلنا لكم نعيد ونكرر، اللي هو عندك ثلاث جزئيات بالواجهة الرئيسية، ودائما فهم الواجهة الرئيسية، نعيد ونكرر النقطة هذه يا شباب، فهم الواجهة الرئيسية مهم جدا. الآن مثلا لو يجيك تحديث برنامج سناب شات مثلا، ويغيرون الديزاين، يخلون الستوري يسار والخاص يمين، تلاحظ انك راح تاخذ وقت، تلاحظ انك راح تاخذ وقت لين تفهم الواجهه الرئيسيه. بعد ما تفهم الواجهه الرئيسيه يصير التعامل سريع جدا، بالبدايات يصير فيه عندك بطء جدا شديد. بعد ما تتعلم حبه حبتين ثلاثه اربع خمس مرات تدخل البرنامج باليوم، تمام، شوي شوي راح تلاحظ انك ايش تتقن الواجهة الرئيسية بسرعة. يعني حتى لو في شيء ما تعرفه أو ما تدري وين مكانه، تعرف توصل له. مثلا جاك بالاختبار قال لك المهندس غير الخلفية، لون الخلفية، أنت ناسي الطريقة، أو أنك مش حاضر، أو تمام، لكنك فاهم الواجهة الرئيسية. أنت مجرد ما أنت تفهم الواجهة الرئيسية تقدر تدور على الحل، تروح تدور على الحل. طيب هو قال لي الخلفية، الخلفية أكيد يا إن تصميم، ما في حل ثاني، اكيد يعني تصميم تخطيط الصفحه. ندخل على تخطيط الصفحه، ما في اي شيء يدل على تغيير لون الصفحه. نروح لتصميم، ندور هنا مكتوب ايش؟ لون الصفحه. هذا السيستم اللي راح تاخذه اثناء الاختبار، او الاجراء اللي راح تسويه اثناء الاختبار، مثلا الاختبار العملي، تمام، او حتى ان شاء الله بغض النظر عن الاختبار، ان شاء الله بعد ما تتوظف، بعد 5 سنوات 6 سنوات، ترجع انت فاهم الواجهة الرئيسية، تعرف وين تدور، تعرف توصل للحل، حتى لو في جزئية معينة انت غايبة عنك او نسيتها او شيء. تضغط على ضغطة واحدة على اللون، تختار اللون، ضغطة واحدة وانتهى الموضوع بزر الماوس اليسار. فهم الواجهة الرئيسية يا شباب مهم جدا، انك تفهم الواجهة الرئيسية. تفهم الواجهة الرئيسية للبرنامج هذا شيء اساسي، شيء اساسي للعملي، ويهمك بعدين. حتى بعدين الآن أنت لو أخذت دروس بالسلامة ودروس بالتخصصك كامل، تمام، وأخذت تخصص من الألف لين الياء وفاهم تخصصك 100%، ولكنك ما تقدر تكتب تقرير برنامج الوورد، أو تقدر أو ما تقدر تسوي إيش دالة ببرنامج الإكسل اللي هي عن طريق الصيغ، هنا راح نأخذها إن شاء الله. تمام، إذا أنت ما تعرف كيف، أو ما أنت فاهم الواجهة الرئيسية، فلنفترض أنك نسيت اللي هو عملية المجموع، هذه ناسيها، ما حضرت المحاضرة معي، لكنك فاهم الواجهة الرئيسية، تعرف وين تدور. ما تدور هنا، ما تضغط كليك يمين نهائيا، ما تضغط كليك يمين، ما تروح تدور بشريط الصفحات، ما تدور بشيء، تروح تدور بشريط علامات التبويب، تروح تدور بشريط علامات التبويب كذا. إذا أنت فاهم الواجهة الرئيسية كذا، إذا أنت فاهم الواجهة الرئيسية تعرف وين تدور. طبعًا عندنا الحدود كالعادة، نحط إحاطة من الإعداد، تمام، نحط إحاطة. طيب يا مهندس ليه ما نحط مخصص؟ إذا احتجنا أن نضع مخصص، أننا ما نحط إطار فوق، أو ما نحط إطار اليمين، ما نشيله بدون الإطار اليمين، أو بدون إطار، أو بدون الإطار الأسفل اللي تحت بالشكل هذا، هذا بالمعاينة أنت تشوف، لكن نبغاها كامل، يقولك إحاطة مظلل، يعني يحتاج إنه يكون له ظل بالشكل هذا، المستقبل ثلاثة الأبعاد يكون بالشكل هذا، تمام. إحنا نحط على إحاطة ونختار نمط من الأنماط الموجودة مثلا بالشكل هذا، ونحط له لون، ونتأكد إن التطبيق على إيش، على كامل المستند، وليس المقطع الحالي، وليست الصفحة الأولى فقط، تمام، او انه الكل عاد الصفحه الاولى، لا، نحطه على كامل المستند، ونضغط على موف، يظهر لي بالشكل التالي، يظهر لي بالشكل التالي. اليوم عندنا شيء اساسي ومهم، اللي هو من قائمه ادراج، من قائمه ادراج، نضغط ضغطه واحده على قائمه ادراج، تمام، ضغطه واحده على قائمه ادراج. عندنا شغلات كثيره جدا في قائمه ادراج، ومهمة جدا، راح ناخذها بالتفصيل، تمام. عندنا جزئية ما نسميه بمربع النص، ما نسميه بمربع النص، أو
او النص اللي نقدر نحطه باي مكان عندنا بالشكل بشكل الوورد المستند. انتم شايفين هذا المؤشر تمام، يبدا الكتابه من اليمين لليسار لان احنا حاطينه باللغه العربيه، يبدا الكتابه من اليمين لليسار. طيب احنا هنا هذا هو اتجاه النص من اليمين لليسار، اذا نبغى العكس نحطه بالشكل هذا، اذا نبغى نكتب باللغه الانجليزيه لو نمرر الماوس عليه يعطينا شرح له اتجاه النص من اليسار الى اليمين. تمام، معروف انه يبدا من اليمين لليسار، ننزل السطر من اليمين لليسار، ننزل سطر من اليمين لليسار لين نهايه المستند. تمام، عندنا جزئيات معينه نقدر نتحكم او ما نسميها مربع النص او مربع الرسم. هذا مربع انزين هو عباره عن اطار، الاطار هذا نقدر نحركه اي مكان في المستند. مثلا عندنا الوورد ارت، ضغط على الوورد ارت من ضمنها تمام، ونكتب مثلا مثلا عمل الطالب مشاري. تمام، ممكن هالإطار هذا ناخذه نسوي له على سبيل المثال بالشكل هذا، نضغط على الإطار نتحكم فيه نحطه هنا ممكن. طيب طالع انا حر اتحكم باي مكان، احطه باي مكان بالمستند، ما اتقيد، ما يقيدني الاطار هذا، ما يقيدني بالنص العادي تبع المؤشر، ما يقيدني ابد، ما يقيدني هنا. شايفين ما راح يقيدني، هذا مربع نص انا حر فيه احطه باي مكان في المستند. هذا النص عفوا هذا المستند، بس عشان نوضح الصوره تمام بالشكل هذا. انا اضغط على الاطار احطه فوق النص، احطه يمين يسار، هذا الاطار نقدر نتحكم فيه، وهنا العمل اللي احنا راح نشتغل عليه. ضغطه واحده على الاطار يطلع لي ايش؟ ادوات الرسم وتنسيق، اطار ادوات الرسم وتنسيق. اطلع برا الاطار، اضغط برا الاطار انزين يختفي. دائما جهاز الحاسب الالي جهاز غبي ينفذ الاوامر المستخدم، الانسان هو الذكي. انا ابغى اعدل على عمل الطالب مشاري، ما اقول له ما اروح ادور هنا ولا اروح ادور هنا، احدد على المكان المراد تعديل عليه لازم. هذه دائما يقعون فيها الطلاب، يبغى يعدل هو شغله صح، بس مثلا يبغى يعدل بالغلط ضغط برا الماوس. طيب وين راحت هذه؟ خلاص اكيد الجهاز علق، اكيد اللي ما ادري ايش راح الاطار اللي هنا، او عفوا علامه التبويب اللي هنا راحت. ليش راحت علامة التبويب؟ لأنك ما حددتها يا عزيز، لازم تحدد المكان اللي تريد التعديل عليه. لما نعدل على كلمة الرحيم تمام نظلل عليه، لازم نحدد المكان اللي نبغى نعدل عليه، نبغاها بالشكل هذا مثلا. لازم التحديد يا شباب مهم جدا، مكان التعديل اللي نبغى نعدل عليه. احنا ضغط واحد على الإطار، ضغط واحد على الإطار، نروح لأدوات الرسم، نضغط ضغط واحد على تنسيق. عندنا أنماط الأشكال، عندنا أنماط الأشكال، عندنا أنماط الأشكال هذه يا أنه يعطيني نمط جاهز مثل اللي احنا ضغطنا عليه هنا، يا أنه يعطيني نمط جاهز بالشكل هذا. طبعا نمر الموس نرجع مرة ثانية، يا أنه يعطيني نمط جاهز أو أني أنا أصمم النمط على كيف أسوي تعبئة، لداخل هنا ولعبي لي مثلا باللون الأزرق مثلا بالشكل هذا. تمام، بعد كذا اقول له المخطط التفصيلي للشكل، ونقصد بهذا ايش؟ الاطار، اطار الشكل من برا، اطار الشكل نفسه. نضغط على اللون الاحمر عشان يصير واضح. شايفين الاطار صار له اطار باللون الاحمر، صار له اطار باللون الاحمر. طبعا لازم يكون عندنا قبل ما ندخل بالتفاصيل، لازم يكون عندنا فن التعامل مع الاطارات. انا ما عندي فائده اني اكبر الاطار بالشكل هذا. اوكي انا سويته، بس يعني زي ما نسميه، ما يسمونه العلماء الحاسب الآلي بعيب برمجي أو خطأ، ما يعتبر خطأ برمجي ولكن عيب برمجي، عيب برمجي. أنت سويتها برمجيا صح، بس من الغلط أنك تكبر الإطار. لازم يكون عندك فن التعامل مع الإطارات، فن التعامل مع الإطارات. الآن لو أقدر أصغره لين مرة كذا، هذا برضو يدخل ضمن الإيش؟ العيب
البرمجي، لازم تكون النص كامل واضح. زي عندك النقاط اللي تبع الياء كذا يعتبر عيب برمجي، لازم اوضحها كامل، ولكن ما ازود زياده، لا احطها فقط على الاطار كذا، يعطيني الشكل الجمالي. الشكل الجمالي وادري اللي قدامي مبرمج، ادري اللي قدامي مبرمج. طبعا نبغى نعدلها بالشكل هذا، تمام. نضغط على تنسيق مره ثانيه، عندنا خلصنا الاطار والتعبئة الشكل خلصناهم، تمام. ندخل الجزئيه الاهم، تاثيرات الاشكال. تاثيرات الاشكال، عندنا تاثيرات الاشكال يقول لك تعيين مسبق، يعني جاهز مصمم جاهز مثلا بالشكل هذا، يعطيني اياه شايفينه بالخلفيه مثلا. نضغط على تاثيرات الاشكال، تعيين مسبق، يعطيني اياه بالشكل هذا، تصميم جاهز وخالص، هو مصمم وجاهز. لكن لا، نبغى حنا نحط النمط اللي نبغاه، نروح مثلا على سبيل المثال للظل، نروح على سبيل المثال للظل، ممكن نضع له ظل او بالشكل هذا او بالشكل هذا. طبعا عندك انواع ظل خارجي، ظل خارجي وظل داخلي وظل منظور، ممكن نحطه بالشكل هذا داخلي، يكون الظل دا يعني على جميع الاطارات ويكون داخلي، على جميع الاطارات يكون داخلي. احنا نبغى نحط مثلا بالشكل هذا ظل خارجي. بعد كذا نضغط على تاثيرات الاشكال ونختار الجزئيه الثانيه اللي هي الانعكاس. الانعكاس يعني ما نسميه بالخيال، تمام، او بالشكل هذا. دقيقه عشان يعطيني تصور، شايفينه، يعطيني تصور للشكل للانعكاس، او نحط خيارات الانعكاس وراح تفتح لينا قائمه. فتحت القائمه نختار يقول لك الشفافيه او الحجم، يعني اذا نبغاه مخصص. نختار الشكل هذا، نقول له شفافية، المسافة نتحكم بالمسافة، خليه قريب، شايفين الشفافية كيف نتحكم فيها. طبعا بوجود الظل يعطيني يعني ها يسوي شفافية حتى للظل. ممكن نضعه بالشكل هذا وأعطاني انعكاس أيضا، ترى الانعكاس موجود للظل نفسه لكني أنا ركبت الظل فوق الظل، تمام. بعد كذا تأثيرات الأشكال، توهج، نختار طبعا اللون معاكس أو عشان يوضح لي كل شيء. زي احنا اخترنا اللون الأصفر عشان يبين لي إيش، يبين لي الإطار أنه باللون الأحمر، ونتعبئ باللون الأزرق، تمام. أيضا أي شيء تطبقه على الشكل بالانعكاس يتطبق دايركت. نضغط ضغطة واحدة على الإطار، نرجع تنسيق تأثيرات الأشكال. عندنا آخر شيء استدارة ثلاثية الأبعاد، هذا اللي كنا نتكلم فيها نهاية المحاضرة السابقة، إنه إيش الاستدارة. ممكن أن أسوي الاستدارة بالشكل هذا، تمام، ممكن أسويها بالشكل هذا، أو أن أخليها بالشكل الطبيعي وبعدين أروح لاستدارة ثلاثية الأبعاد واختار شكل من هذه الأشكال. مثلا اختار الشكل التالي. كيف اعدل النص؟ اذا جيت اعدل النص راح يتعدل معي النص فقط، ارجع برا، اضغط ضغطه واحده على الاطار بالنسبه للتحكم. طيب يا استاذ الاطار كذا ولا الشكل اصلا جاي على جنب؟ انا اقول لك هذا استدارة ثلاثية الابعاد، انت تتحكم في النص للمكان، تبغى وين مكانه في المستند. واضح يا شباب الجزئية هذه؟ واضحة؟ الجميع يكتب لي بشات، اكتبوا لي تكست. شباب واضح؟
تمام. الآن عندنا عملية الحفظ، ملف حفظ باسم استعراض سطح المكتب المستوى الثاني. تمام. الأسبوع الثاني خلصناه، أرسلته لي بس خله محفوظ عندك لا تحذفه. نروح للأسبوع الثالث، مجلد الأسبوع الثالث، ونكتب إيش؟ الواجب الأول. الواجب الأول الأسبوع الثالث حفظ. تمام. هذا واجبكم يا شباب، طبعا بنزله لكم في الجروب. الآن نقفل مثلا، نروح للمستوى الثاني. يكون عندك وملف الإنجاز تبعك، ملف الإنجاز تبعك أنا كاتب المستوى الثاني والواجبات. تمام. أنت عندك بجهاز اكتب لي ملف الإنجاز. ملف الإنجاز عندك يكون المستوى الثاني فيه ثلاث واجبات، عفوا الأسبوع الثاني فيه ثلاث واجبات، الأسبوع الثالث فيه أيضا ثلاث واجبات، وهذا منها الواجب الأول وهذا منها الواجب الأول. واضح يا شباب؟ على نفس السيستم، سيف الواجب اليوم، سيف الواجب بكرة، سيف الواجب بعد بكرة، يوم الخميس عملية الإرسال للإيميل، عملية الإرسال للإيميل. لاحظ أنه الأسبوع هذا الأسبوع الثاني راح أسوي له مجلد هنا يكون فيه كامل الواجبات، تكون فيه كامل الواجبات. واضح يا شباب؟ واضح الجزئية هذه؟ طبعا بخصوص الحضور، جزئية أخيرة بخصوص الحضور، أنا محضر اللي هو المحاضرة الأولى والمحاضرة الثانية، المحاضرة الأولى والمحاضرة الثانية مع بعض باختصار عن الوقت. لكن بداية المحاضرة الثانية اللي بعد الساعة 7:10 راح أبدأ أحضر، راح أشتغل على العمود هذا حال أحد يعني راح ولا رجع نسوي له غياب. مثلا على سبيل المثال عندنا خالد الظاهري حضر معنا المحاضرة الأولى، أنا شلت الغياب الأول والغياب الثاني تبع المحاضرة الثانية. تمام. ولكن خالد ما رجع المحاضرة الثانية، بعده عملية التحضير مرة أخرى ما رجع نغيبه نسوي له بالشكل هذا. واضح يا شباب؟ واضح الجزئية؟ عيد يا أستاذ ما فهمت. أقول في حال المحاضرة الثانية، المحاضرة الثانية إذا ما جاء الطالب أو طالب حضر الأولى وما حضر الثانية نرجع نغيبه، يعني في تحضير المحاضرة الثانية. تمام. راح نأخذ الغياب المحاضرة الثانية، فهمت علي؟ راح نأخذ الغياب المحاضرة الثانية. معليش على المقاطعة يا دكتور، بس المحاضرة الثانية الساعة كم؟ 7:10. اوكي. تمام؟ اوكي. خلوكم شغالين على خلوكم شغالين على جروب الواتساب. الواجب واضح؟ اكتبوا لي يا شباب. واضح الواجب؟ واضح التحضير؟ واضح كل شيء؟ في أي سؤال؟ تمام. موفقين خير. خلاص بكذا نوقف المحاضرة الآن ونجتمع إن شاء الله الساعة 7:10 بإذن الله. يعطيكم العافية شباب، موفقين خير.